السلام عليكم، كدير لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في وصفه جديده، وصفه خفيفه للعشاء او وصفتين خفيفتين للعشاء، صراحه رائعتين. وكما عودتكم دائما بالنسبه للناس اللي متبعيني واللي كيعرفوا القناه ديالي، انني كنهتم بالطبخات البسيطه اللي تقدر اي امراه ديرها. لهذا تنحتاج القرعه كوصفه اولى كما كتشوفوا على حسب عدد الافراد. انا درت تقريبا 6 او 6 يعني ديال النصوصه كما كتشوفوا هكا، وقطعتهم باش يكونوا في نفس الطول. تنخوي الوسط ديالهم بالاستعانه بهذا السكين، واللي ما عندهاش هذا السكين من طبيعه الحال كتقطع غير بالموس عادي او بالمعلقه او باللي عندها. المهم كنحاول ما امكن انني نخوي هذا الشيء. على الطريقة هذه تنكملهم كاملين، يعني نفرغهم كاملين من الداخل. وكنحتفظ من طبيعة الحال بديك العمارة ديال القرعة، لأنها هي باش غادي نعمرهم من بعد. صافي كما شفتوا ملي خويتهم كاملين، قلت لكم قبل اللي قطعتهم يعني باش يكونوا على حسب على عدد على نفس الطول. عندي هنايا البطاطا غادي نقطعها هكا، عندي غير دوك البطاطا الصغيورين غادي نقطعهم الى قطع صغيره، وغادي نمشي ندي هاد القرعه. درت الماء ديجا في واحد الكاسرول، ها هو كما كتشوفوا، باش يطيب. وغادي ندير في ديك القرعه يعني تسلق غير نص سلقه، يعني ما نخليوهاش تذوب لينا، عرفتوا القرعه ضيا كطيب. غادي نخليوها تقريبا لمده 5 دقائق داك الماء طيب، وغادي نجي باش نهز داك القلب ديال القرعه غادي نقطعو على هذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. بالنسبه للبطاطا من طبيعه الحال راني قطعتها ودرتها في هذيك الكاسرول اللي درت فيها القرعه باش تسلق حتى هي. غير البطاطا ضروري انها تسلق زياده على هذيك القرعه ديالنا، وتنستمر باش نقطع داك القلب كله ديال القرعه على هذه الطريقه هذه الى قطع صغيره جدا. يعني تقطعها عشوائيه لانه غادي يكون غير على شكل عماره. وغادي من بعد ما نكملوه غادي نديوه حتى هو، وغادي نديروه في هذيك الكاسرول ديال الماء. المهم حتى كل شيء كيتسلق غادي نجي للوصفه الثانيه، يعني ما نضيعش الوقت. بين ما تسلق ليا غادي هنايا عندي لاباط فويتي كما قلت لكم، انا تنشريها انا، هما رخاص اصلا صراحه، ماشي غاليين يعني ما كاملينش، يمكن شي انغو خاص تقريبا. المهم كاينين اللي في دائريين وكاينين اللي مربعين، على حسب الشكل اللي عندك ولا على حسب الشكل اللي درتي انت في الدار، واش عندك مربع ولا دائريه. كنهزها بهذا الشكل كتجي واحد الفطيره ما نقول لكمش، يعني المذاق ديالها والشكل ديالها رائعين جدا واقتصاديه، وصراحه دغيا كتوجد ما كتهزي الهم لا الصوص طوماط ولا. المهم نتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه. المهم من بعد ما درتها في واحد لومول كما شفتوا، كما قلت لكم لومول تيبقى على حسب واش مربعه ولا دائريه ولا الحجم اللي عندكم. هنايا عندي جوج بيضات، بالنسبه اللي عنده الافراد ديال الدار كثار يقدر يدير حتى لاربعة البيضات باش يعمرها مزيان. هنايا كنزيد فرماج محكوك، اي فرماج عندك سواء كان موتزاريلا سواء كان عندك ايمونتال سواء الفرماج الاحمر، مهم الفرماج اللي عندك غادي ديريه، غادي تزيديه مع داك البيض. وهنايا راه عندي الموتزاريلا غادي نقطعها اطراف، عفوا ماشي الموتزاريلا، هذا كامونبير، الفرماج كامونبير غادي نوريه لكم، ما غاديش نكت روحي انت مجهد والدراري ما كيبغيوهش بزاف، يعني انا درتو غير على حسابي الصراحه انا تيعجبني. صافي هما غادي ندير لهم الموتزاريلا، المهم هو هذا كامونبير تيكون على هذا الشكل هذا. بالنسبه لكم كتجمعوا الفرماجات اللي بغيتو تقدروا ديروا تاكيري، وغادي نخلط معاهم الطون
على حسب الحاجة، يعني ما عنديش مقادير مضبوطة، لأنه تندير على حسب الورقة اللي عندي. فهاد الفطيرة كما قلت لكم صراحة الفطيرة سهلة جدا ولذيذة جدا، والغذية كتوجد، الغذية كتوجد صراحة. وتنخلط هادوك المقادير البيض والطون والفرماج، تنقلبهم يعني كما تيقولوا المصريين بقلبهم، تزيد شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، ما تكثروش من البزار باش ما تجيكمش حاره. هذا هو العشاء ديال الطوارئ، ورا ديال الطوارئ، ومع ذلك تيكون العشاء يعني شي حاجه راقيه وزوينه، يعني بحال هادو في المطاعم هنا في فرنسا راه تيداروا بالثمن، ماشي غير حنا. انا الفرق بيني وبينهم انني انا تنقدم تقديم منزلي، يعني ماشي بحال لا جابوها لك في واحد لاسييت ومسحوا ليها الجناب وداروا لك ليها، عرفتوا التقديم ديال لي ريستورون كي تيكون. بالنسبه لينا حنا الدار، حنا انا تنوصل الفكره لا اقل ولا اكثر. بالنسبه للدار بعد مرات كنطيبو كاع وتنخلي الدراري ياكلوا وتنمشي انا لخدمتي ولا نمشي ندير شي حاجه ولا، يعني المهم في كل شيء هو الفكره، انكم تعرفوا الفكره ديال الحاجه. بالنسبه للتقديم تيبقى التقديم ديال اي وحده كيفاش بغات تقدمه، واش مثاليه تقدمه تقديم ديال الهاي، ولا كاينه عندها الضياف، ولا هي بوحدها، ولا عندها الشغل اللي كتحطو في طبسيل عادي ويتكال وتنوض، يعني هذاك الشيء تيبقى ديال الظروف، ماشي تاع سميتو، تيبقى تاع الظروف. كما كتشوفوا هنايا ملي خويت هذاك الخليط كله رديت عليه النص ديال لاباط فيتي، ما غاديش نغطيها كلها، صافي. كما شفتوا غادي نقطع هذاك الورق غادي نقطعه كله باش ما يتحرقش ليا في الفران، لانه العافيه كتشد فيه، وتنخليه غير على قياس هذاك المول اللي عندي. غادي ندوز الوصفه الاولى، غادي نكملها. هنا عندي الموتزاريلا اللي خرجتها من الفريغو، صراحة جاتني قاصحة شوية، المهم غادي نحاول معاها تنقطعها إلى قطع، مخصنيش نحكها، مخصكمش تحكوها، كتقطعوها فقط إلى قطع. هنايا كما شفتوا داك الخليط ديال البطاطا والكرعاد اللي طيبنا، زدت الطون كما شفتوا، الفرماج، غادي نزيد شوية ديال الملحة، وغادي نزيد شوية ديال البزار من طبيعة الحال، عينكم ميزانكم، كتزيدو في ديك البطاطا وديك القرعة وكتخلطو الجميع بهذا الشكل هذا. صافي تنخلطو حتى تنسجم لينا العناصر، ومن بعد كنعمروا هذوك القرعه، تنهزوا بعدا واحد الطاوله اللي كتدخل الفرن، كندهنوها شويه بالزبده، وتندهنوها بالزيت، الزيت ولا الزبده، المهم باش ما تلصقليناش، باش ما تلصقليناش هذيك القرعه في الطاوه. صافي من بعد كنستفو فيها دوك القراعات ديالنا، دوك النصوصه، بهذه الطريقه هذه. وضروري البنات ملي تخرجوهم من الماء غادي تقلبوهم على وجههم باش يتسقطرو، ما يبقاش فيهم الماء نهائيا، باش يجيوكم محمرين وزوينين، ما يبقاش فيهم الماء، ماشي تجبدوهم تصفيهم وصافي، تقلبوهم على الوجه ديالهم باش هذاك الماء يتسقطر. كنهز الخليط وتنعمرهم،
من بعد كنهز الفرماج محكوك هكا ايمونطال موتزاريلا الفرماج الاحمر اللي كان اللي كان اللي كان كنهزو كان وكان نديرو فوق فاتك الحشوه باش كتعطينا هذيك القرمشه صافي انتم شفتوا الطريقه يعني حتى كتكملوا الحشوه ديالكم ودوك المغسويات ديال الفرماج كما شفتوا يعني كما قلت لكم ما تنحكوش نخليو فيها دوك المغسو هكاك صافي من بعد كندخلوها للفران كما شفتوا فهما وصفتين متكاملتين الخضر وصفه ديال الفطيره تاع الفرماج يعني عشاء خفيف ومتكامل ودرس معاهم واحد الديسير ديال السبيكيلوس ان شاء الله غادي نقدمه يمكن هو في وصفه بوحدو ان شاء الله حيت باش ما نطولش الفيديو غادي نقدمه في وصفه بوحدو الفطيره ديالنا من بعد ما طابت ها هي كما كتشوفوا كتشهي صراحه واحد الرائحه فيها رائعه جدا والمنظر ديالها غزال خفيفه ظريفه فوق تواجيز القريعه ديالنا هي هذه من بعد ما تحمرات ولاب فيها داك الفرماج صراحه كتجي فنه 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 والله ما تشبعوش منهم يعني من هنا تنقول لكم اللي عندها القرعه وعندها هذه المقادير الدوبل لانه صراحه تيجيو بنان وتيجيو مقرمشين وزوينين كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وكنتمنى اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه وكنتمنى الدعم للمحتوى ديال الطبخ فاكيد انكم كتدعموا القنوات الكبار اللي هي ما محتاجاش للدعم وكتخليوا القنوات الصغار وخصوصا انا تنقدم لكم وصفات كما قلت لكم وصفات اللي كدير في المطاعم ولكن كنديرها لكم في الدار بالتقديم ديال مولات الدار وبالتقديم البسيط لاي وحده غادي ديروا فتنقول لكم شكرا لكم الى وصفه اخرى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.